انتقدت أولاد بديعة، رد الكاتب يامن حجلي كان فيه البعض من القسوة، كيف برد عابد فهد؟ ما برد، يعني ما رح رد، والله ما رح رد، لأنه يعني كان متسرع برده يامن. أنا بحبه وبحب شراكته مع علي، وأنا هنيته لعلي على العمل وعمل ناجح، وحكينا عن أنه يجب أن يكون هناك بطل إيجابي يعني أو بارقة أمل. يعني حكينا أنه ما الأعمال عموما كانت بهي السنة عنيفة، فيها من العنف الكثير، عارف كيف؟ بس بحق له انتقاد المقدم مطلق وهي المقارنة الفرق. لا أكيد لا، يعني الكاتب الكبير سامي رضوان لما عمل الولادة من الخاصرة، رؤوف هو نموذج ينعكس على مجتمع لا يستحق هذا الانعكاس عليه، يعني عرفت. لا الفرق بالرواية، الرواية مختلفة. يعني زعلت من يعمل الحجلي؟ زعلت منه، ما كان تسرع برأيه وردوا عليه يعني الشباب اللي بحبينه، وبكير لسه يعني بتشوف انه الرد يامن غير مناسب للمرحلة الفنية اللي هو فيها؟ يعني بكير الرد بهي الطريقة، يعني الفن ما فيه متحول، ما فيش ثابت بالفن. في مشاريع قادمة، وأتمنى أنا بتمنى له مستقبل كويس. خلاص إذا بعثوا لك نص هلا ليامن وعلي مع حفظ الألقاب لهم، بتقبل تقراه ولا لا؟ بقرا طبعا، إذا العتب الشخصي غير المهني. لا بقرا طبعا، هذا جيل جديد، بقرا لحتى إذا كانوا رايحين لمكان غلط قول لهم وين رايحين، أو لا تروحوا أو هنيهم.